مساء الخير. اليوم حنتكلم عن تقنية سبب الثورة في عالم التكنولوجيا. هاي التقنية تسمى البلوك تشين، طبعا الآن معروف إنها عبارة عن الجيل الثاني من الإنترنت، وإنها كانت حجر الأساس في اختراع واكتشاف العملات الرقمية مثل البيتكوين، الإثيريوم، اللايتكوين إلى آخره. طيب احنا خلينا نتكلم عن الموضوع كنظرة عامة، بمعنى انه فيديو اليوم ما راح يكون تقني، يعني ما راح اتكلم عن الهاشينج والمايننج بلا 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 الى اخره. اليوم حيكون كاوفر فيو حتى اكبر شريحة من الناس تفهم شو معنى البلوك تشين. فخليني احكي لكم قصة بسيطة واعطي مثال، باذن الله تعالى راح يوضح الموضوع بشكل يعني مقبول. طيب بداية، اول شيء راح اتكلم عنه اللي هو عبارة عن انه انا لما اجي ابعت صورة أو أبعت مقطع فيديو أو مقطع صوتي، بالأحرى أنا ببعت نسخة، أنا ما ببعت الأصل، وهذا شيء طيب بخصوص التبادل المعلومات. لكن يا هل ترى هل بينفع مع الأصول المالية والنقود إلى آخره؟ طبعا ما بينفع. شو السبب؟ إنه هاي الأمور بتتطلب يكون في إشي اسمه ثيرد بارتي، بنك، مؤسسات معينة، صرافة إلى آخره. الآن من هاي النقطة إجا موضوع البلوك تشين حتى يلغي الثيرد بارتي اللي هو الوسيط، وكمان يلغي المركزية، بمعنى ما في مركز واحد للمعلومة، يكون في عندنا احنا ايش؟ لا مركزية. طيب الان خليني اعطيكم مثال، هذا المثال ان شاء الله تعالى هيوضح الميكانيزم تبعت البلوك تشين. اوكي، الان انا بالوضع الطبيعي كمحمد لو بدي احول لاحمد مصاري، المفروض فيه اروح وين؟ على البنك او على الصراف، وهذا الشيء بيسبب losing time, effort، وحتى كمان ممكن يكون في transaction fee يعني عمولة. أو لو بدي أنقل ملكية أرض مني لشخص آخر، لازم ننزل الاثنين على كاتب العدل في دائرة الأراضي وأعمل تنازل وينقل الملكية، وهذا راح يأخذ وقت وجهد. طيب خليني أنا أتصور معاكم شيء معين. خلينا نفترض أنه في عندي سجل واحد، سجل واحد، وكل الناس وممتلكاتهم، يعني كل إنسان على وجه الأرض وشو بملك موجود بهذا السجل. هاي أول نقطة، سجل واحد وكل الناس وشو بيملكوا موجودين على هذا السجل، بمعنى أنا ممتلكاتي على هالسجل، محمد ممتلكاته على هذا السجل إلى آخره. وأنا مثلا بدي أجي أبعت معي رصيد 1000 مثلا، بدي أجي أبعت 500 لأحمد حوالي، شو اللي بصير؟ اللي بصير إنه كل الناس على الشبكة وكل الناس اللي على السجل بيكونوا عارفين أنا شو عندي، وهل الرصيد اللي معي بيسمح، فكلهم بيعطوا approve، خلي هاي الترانزاكشن تتم، لأنه أنا رصيدي 1000 وبدي أحول 500، فهذا شيء مقبول. لو أنه رصيدي داون أو ما معي المبلغ، الكل بيرفض. هذول بيسموهم الفاليديتور، يعني لاحقاً راح نوضحها، اللي بتحققوا من صحة العمليات. طيب حيجي واحد يقول لي طب وين البرايفسي في الموضوع؟ وين الخصوصية؟ انت بتقول لي انه كل الناس بممتلكاتهم على هذا السجل والكل بشوف شو فلان وشو فلان، صح، لكن القضية بتصير انه انت بكون لك محفظة، بياناتك الاصلية جوا المحفظة، لكن من الخارج بكون في لك كود رمز، يعني انت ما راح تكون كمحمد زتاوي والناس بتشوف محمد زتاوي ممتلكاته كذا وكذا، لا، بيكون مثلا اكس زد مثلا، هذا كرمز ممتلكاته كذا وكذا، يعني الناس بتشوف شو عند هذا وشوف شو عند هذا، ما بتعرف مين هذا، لكن تعرف انه اكس زد عنده برصيده 1000 وبده يحول 500، فبيقدر يتم العمليه. هاي نقطه. النقطه الثانيه، بيجي واحد ثاني بيسالني بيقول لي طيب بما انه كل الدنيا على هذا السجل، طب مش ممكن يفوت هاكرز او كراكرز يلعب شوي ويغير بالروت وينقل من هذا المصاري لهذا الشخص، ملكيه هاي الشيء من هذا الشخص لهذا الشخص؟ صح، هون الموضوع ريسكي. اجى هون البلوك تشين. شو سوى البلوك تشين؟ بقول لك بدل ما يكون في سجل واحد لكل العمليات في الدنيا، بصير انه كل شخص عنده سجل، نسخه من هذا السجل، بمعنى انا عندي نسخه من هذا السجل فيها كل العمليات، الان عنده نسخه فيها كل العمليات، فكل شخص بهاي المنظومه عنده سجل على العمليات كلياتها. اجى ايمن بده يعمل ترانزاكشن معين، ينقل ارض من ملكيته لملكيه شخص اخر، اذا كان عنده هاي الأرض فعلياً وبيملكها، كلياتنا بنتحقق لأنه عندنا نسخة من السجل، وكلياتنا بنعطي أبروف أو لا حسب إنه بيملكها ولا لا. هون شو اللعبة؟ وين صارت الحماية هون؟ إنه الهاكرز أو الكراكرز لما بده يفوت يغير الملكية، بالأول كان يقدر لأنه سجل واحد، بس هسا الآن إذا بده يغير بهذا السجل لازم يغير بكل سجل عند كل شخص في الدنيا، وهذا الشيء impossible at all، يعني مستحيل يصير. فالقضية ما فيها انه مجموعة العمليات
تتسيب بهذا السجل، مجموعة عمليات أخرى تتسيب بهذا السجل، السجل بتسكر بتسكر وبنربطه بإيش؟ بنربطه بسلسلة. من هون إجا مفهوم اللي هي سلاسل الكتل، لأنه كل كتلة فيها مجموعة بيانات وعمليات، كل كتلة فيها مجموعة بيانات وعمليات وفي سلسلة بيناتهم. هاي القضية باختصار، وأنا حكيتها كثير. تخيلوا العالم مع وجود البلوك تشين، سايبر سيكوريتي، الاي او تي والذكاء الاصطناعي، شو ممكن نختصر شغلات كثيره. ان شاء الله يا رب الفيديو عجبكم، وبلقاكم في معلومه وحلقه جديده ان شاء الله تنال اعجابكم. سلام عليكم.